أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء ألا تترك الشيطان يربيهم. أعوذ بالله يا شيخ، أنا أخلي الشيطان يربي أبنائي؟ إي والله، طفل صغير معاه آيباد ونت مفتوح وحاط بصمة ورقم طويل، وأتحداك وأتحدى نفسي أن نقدر ندخل على أجهزته ما به ويخلو به الشيطان. أو من أسباب صلاح الأبناء